الله نبدأ مراسم الاحتفال بخريجي جامعة المستقبل لعام 2015 مع كلمة الأستاذ الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العظيم. سيد الأستاذ خالد عزازي رئيس مجلس أمناء، سادة عمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، ضيوفنا الكرام، الحفل الكريم، اسمحوا لي في بداية حديثي أن أرحب بالعالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى السيد والأستاذ الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء أسنان مصر، أستاذ الدكتور حاتم قبيل أمين عام نقابة التجاريين مصر. يسعدني في البداية أن أتقدم بخالص التهنئة لأبناء الطلاب الخريجين والسادة أولياء أمورهم على الجهد المبذول وعلى ما قدموه من دعم لأبنائهم وتحفيزهم على التفوق طوال سنوات الدراسة، الأمر الذي ترك أكبر الأثر في الالتزام والتحصيل. جامعة المستقبل أنشئت عام 2006 وأسسها المرحوم الأستاذ الدكتور حسن عزازي رائد التعليم الخاص في مصر منذ عام 1958، وكان أولا رئيسا لمجلس أمناء الجامعة، وخلفه نجله الأستاذ خالد عزازي رئيس مجلس أمناء الجامعة الحالي. أود أن أشيد بالإمكانيات المادية الضخمة التي حظيت بها كلية طب الفم والأسنان بدعم ورعاية رئيس مجلس أمناء، حتى أصبحت هذه الكلية في طليعة كليات الطب الفم والأسنان على المستوى الوطني والإقليمي والعربي، والتي أصبحت أمل المئات من طلاب الشهادات الثانوية المختلفة، مما كان له أكبر الأثر هذا العام في ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالكلية، والذي كاد أن يتساوى مع الحد الأدنى الذي قرره مكتب التنسيق للقبول بالجامعات الناظرة في الجامعات الحكومية. كما لا يفوتني الإشارة بما تحقق كلية التجارة وإدارة الأعمال من تقدم في مستوى الدراسة لجميع فرق الدراسية وتطوير المناهج بما يساير أعرق كليات المناظرة في الداخل والخارج بفضل جهود إدارتها من أعضاء هيئة التدريس وعلى رأسها الأستاذ الدكتور عميد الكلية. هذا وقد أدى مجموعة من طلاب الكلية التدريب الصيفي هذا العام بجامعة سنسناتي بالولايات المتحدة الأمريكية التي استضافتهم واحتفت بهم، وقد وافتنا إدارة الجامعة بما يفيد انضباط وانتظام وشكر وتقدير لمجموعة الطلاب الذين حضروا التدريب على ما قدموه من التزام والتحصيل المتميز. سيداتي سادتي، يسعدني أن أقول لأبنائنا الطلاب كونوا على قدر المسؤولية التي تعلمتوها من قدوتكم في كلياتكم، كما أرجو أن تتواصلوا دائما مع أساتذتكم واستشيروهم فيما يصعب عليكم فهمه، فهم لن يبخلوا عليكم أبدا، واعلموا أن الجامعة والكلية دائما أبوابها مفتوحة لكم في كل وقت وحين، واجتهدوا وليكن سعيكم دائما نحو القمة، وهنيئا لكم بكلياتكم. وأقول أن كليات الجامعة قد فتحت باب الدراسات العليا لمرحلة الماجستير، فاقبلوا وسجلوا حتى تدعموا علمكم ودراساتكم، وإن شاء الله في القريب العاجل نفتح مرحلة الدكتوراه حتى يكون خريجو جامعة المستقبل متميزين بين أقرانهم بالعلوم المتقدمة والتأهيل المتميز. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان للسيد رئيس مجلس أمناء على تشريفه، والسادة الضيوف الكرام والسادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء التدريس والهيئة المعاونة على ما بذلوه من جهد متميز طوال العام الدراسي، مما كان له أكبر الأثر في تحقيق الأهداف المرجوة، متمنين للجميع التوفيق والسداد، مع الوعد ببذل المزيد من العطاء لرفع شأن الجامعة بين نظرائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو
والآن مع كلمة العالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى السيد عضو مجلس أمناء الجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بتهانئي لخريجي 2015 من جامعة من أحسن جامعات العالم، فأتمنى لهم كل النجاح وكل الخير إن شاء الله. وطبعا في هذا الوقت برضك أشكر الوالدين الذين قدروهم على أنهم يحصلوا على هذا الشرف العظيم اللي هيساعدهم في مستقبلهم. بس عايز أقول لهم أشياء معينة. أنا فاكر أيام اتخرجت، أنا كان سنة 54، ما تعدوش السنة وكنا أول دفعة في جامعة عين شمس، فما كناش يعني الجامعة ما كانش في جامعة، يعني تقريبا كانوا بينتدبوا أساتذة من جامعة القاهرة واسكندرية، فكانت لسه حاجة صغيرة. ولكن ما زلت أتذكر إن كانوا برضك عملوا احتفال جميل جدا وجابوا فيه نجاة الصغيرة، وكانت فعلا صغيرة في هذا الوقت. والله دي اللي فاكرها يعني من التخرج كله. كانت جميلة جدا. وطبعا مريت في حياة طويلة ومجازفة، لأن بعد 4 شهور بهذا وجدت نفسي في أمريكا. الإنجليزي كان كويس، ولكن مش اللغة اللي هي الأكسنت الجنوب، كان جامعة فلوريدا، فكانت صعب عليا كذا شهر. وكان أتذكر إن ما رحت أحلق شعري لأول مرة في الباربر شوب، سأل سؤال كده فوقف، فعرفت إنه منتظر جواب مني وأنا ما فهمتش هو قال إيه. فقلت له اكسكيوز مي، فرد كررها مرة مرتين ثلاثة، وبعدين اتكسفت أقول له يعني عيدها تاني، فقلت له يس. كانت أوحش إس في حياتي، لأن حلق شعري كله، بيسموها كروكت. ذهبت في المنزل، كان أمريكي، واحد أمريكي، قال لي مصطفى يو جت ا كروكت. I told him what is that. اللي في دماغك، اللي على دماغك ده اسمه كروكت، يعني تقريبا معظمه اللي حاجه بسيطه كده فوق كده وبتاع. فيعني اتعلمت منها لا يمكن اجاوب الا ما اكون فاهم السؤال ايه، فيعني كانت نتيجه كويسه لي يعني. ففي حياتكم هتجدوا اشياء جميله جدا، وبرضك في حياتكم هيبقى كل كذا سنه في لازم تعملوا قرار مهم في حياتكم، يعني يجي لكم possibility يبقى تتقدموا او تغيروا او تفتحوا محل او تعملوا حاجه. فالاشياء دي طبعا مهمه جدا، لان هي بتقرر بقيه حياتكم كلها. فاول يوم في حياتكم هيكون بكره ان شاء الله، لان كل المده الماضيه دي كنتوا بتحضروا هتعملوا ايه في حياتكم. فهتاجوا في حياتكم نفسها هيبقى كل 5 سنين 7 سنين 10 سنين في فرص، يا إما أنتوا عايزين تغيرهم، يا إما وجدتوا فرصة معينة فكروا فيها وكلموا مع الأشخاص اللي أنتم تعتقدوا في يعني أنهم لهم قدرة وإكسبيرينس وحاجات من دي، وقبل ما تعملوا أي ديسيجن يكون يعني مهم في ليك ولعائلتك يعني. وإن شاء الله أنتوا بالنجاح يعني نجحتم وخرجتم من جامعة هائلة زي دي. اتعلم الحاجات اللي اتعلمتوا فيها التفكير، فدي برضك في حياتكم هتساعدكم. لازم تدرسوا الأول واقروا على كل حاجة، القراية مهمة جدا، القراية. ودلوقتي الحمد لله عندكم مستر جوجل جنبكم بيجاوب أي سؤال عاوزينه، حاجة يعني عجيبة، دي معجزة. إن هو على جوجل واكتب السؤال بالإنجليزي أو بالعربي دلوقتي عندكم برضه، هيديك بعض الحاجات المواد المهمة على إنك تعمل القرار المهم في حياتك. ادرسوه كامل جدا، وتكلموا مع الإخوان اللي أنتوا بتثقوا في يعني ذاكرتهم ودراستهم وعلمهم، وإن شاء الله طبعا بالنباهة اللي أنتم تخرجتوا من هذه الجامعة
هتعملوا القرارات المهمة في حياتكم، بس لازم تعملوا قرارات، لازم قرارات، وهتغيروا حاجات لغاية ما تلاقوا نفسكم في أحسن شيء أنتم تقدروا تعملوه، وربنا إن شاء الله طبعاً هيوفقكم كلكم وهتبقى لكم حياة جميلة. بس أرجوكم أول حاجة تعملوها بكرة الصبح تروحوا للوالدين واشكروهم جداً لأنهم يعني ادوكم الفرصة إنكم تدرسوا في جامعة من أحسن جامعات العالم مش بس مصر، وأتمنى لكم كل خير إن شاء الله. شكراً. شكراً للعالم الجليل الأستاذ الدكتور مصطفى السيد عضو مجلس أمناء الجامعة. والآن فليتفضل السيد رئيس مجلس الأمناء والأستاذ الدكتور مصطفى السيد ورئيس الجامعة بتسليم جوائز التفوق الأكاديمي للأول على كل كلية. الطبيبة لينا علاء شبل بكلية طب الفم والأسنان. الطالبة يارا جمال طلبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال. والآن مع تكريم الجامعة لأبنائها الحاصلين على الدرجات العلمية لعام 2015، أولاً الحاصل على اللقب العلمي أستاذ، الأستاذة الدكتورة جيهان عبد الفتاح عمر بكلية طب الفم والأسنان. ثانياً الحاصل على اللقب العلمي أستاذ مساعد، الأستاذة الدكتورة منى فتحي الديب بكلية طب الفم والأسنان. ثالثاً الحاصلات على درجة الدكتوراه، الدكتورة رانيم فاروق أديب بكلية طب الفم والأسنان. الدكتورة رشا حسن عفيفي بكلية طب الفم والأسنان. ثالثاً الحاصلين على درجة الماجستير، المدرس مساعد منى أحمد مختار بكلية طب الفم والأسنان. المدرس مساعد رامي مبارك محمد بكلية طب الفم والأسنان. المدرس مساعد عمر حسين عبد الباري بكلية طب الفم والأسنان. والآن فليتفضل كل منا أبي رئيس الجامعة ومستشار وزير التعليم العالي للجامعة ونقيب أطباء أسنان جمهورية مصر العربية والأستاذ الدكتور عميد كلية طب الفم والأسنان بتسليم شهادات التخرج. نبدأ بالعشر الأوائل على مستوى كلية طب الفم والأسنان، الطالبة لينا علاء الدين محمد شبل. الطالب مصطفى مدحت عبد الحليم. الطالبة ندى أشرف علي الدميري. الطالبة درة محمد عزت. الطالبة نهى عادل عبد اللطيف. الطالبة ميرنا ممدوح حنا. الطالبة رنا محمد أشرف إبراهيم. الطالب محمد إبراهيم عبد السميع. الطالبة غدير سمير محمد الصواف. الطالبة أمنية محمد سامي مصطفى. والآن مع باقي الخريجين، أثير يوسف فهد، أحمد إسماعيل السيد، أحمد أيمن صلاح، أحمد أيمن عبد الرحمن، أحمد خالد أبو الفتوح، أحمد زكي السيد، أحمد سامي عبد الحميد، أحمد صبري إبراهيم، أحمد عبد التواب عبد الهادي، أحمد عبد الوهاب محمد، أحمد عبيد عبد الجواد، أحمد فكري علي،
أحمد كمال السيد، أحمد محمد مازن، أحمد محمد ممدوح محمود، أحمد يونس عبد السلام، أسامة سعيد محمد، إسلام سعد محمد، أسماء صبري إبراهيم، آلاء عادل داغر، آلاء محمد عاطف، إنجي إبراهيم بدوي، حسن علي، إيمان فتح الرحمن محمد، بدر محمد أبو بكر، تسنيم وين، تيسير مدر هشام، جمال أحمد عزب، جهاد علاء الدين عبد العزيز، حازم حسام الدين أبو الفتوح، حازم محمد رشاد، حسام حسن محمد كامل، حسن عاطف حسنين، حيان ناصر قيدبان، خالد أحمد علي، خالد محمد أشرف، خديجة أحمد رفعت، دعاء سعد علي، دينا محمود حسن، رامي عماد لويس، رحمة سمير محمد علي، رشا كامل مهنا، رنا علاء الدين علي، رنا محمود مختار، روان أحمد أحمد، ريم عادل محمد، سارة إبراهيم هدية، سارة محمد عبد الحميد، سلوى محمود عبد العزيز، شروع عصام الدين الجهري، شريف جمال علي، صقر هيثم جاسم، درغام علاء عبد اللطيف، طارق صلاح الدين محمد، طه محمد كمال، عادل صلاح الدين محمد، عبد الرحمن حسن.